طبعا الحدث اللي بيشغل بالتأكيد المملكة المتحدة ومعاها 14 دولة أخرى، ومما لا شك فيه يشغل دائما العالم أو يخلي العالم كله أعباء أعمال بيركز وبيشوف الإجراءات والترتيبات اللي بتجرى، كان وفاة الملكة إليزابيث الثانية ثم تولي ابنها الأمير تشارلز سابقا ليصبح الملك تشارلز الثالث. الإجراءات اللي بتحصل علشان اللقب وعلشان التنصيب مهم إن احنا نعرف عنها. أيضا كاميلا باركر زوجة الملك تشارلز الثالث، إيه هو اللقب المنتظر؟ ودي برضو حاجة مهمة جدا، يعني اللقب بتاعها هيتغير من بعد ما تصبح ملك. لازم تبقى عارف ان الملك تشارلز من حقه يغير اسمه هو، مش بس لقبه، يعني هو خلاص هو الملك لكن من حقه يغير اسمه ان اراد. كاميلا باركر هي هتحصل بعد كده على لقب بخلاف انها تصبح زوجة الملك او الملكة الزوجة، دي حاجة تانية خالص. طيب خلونا ناخد معانا على تليفون ومن لندن سيد خالد مصطفى خبير القضايا الدولية مطلع على كافة التفاصيل كما جرت العادة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا أستاذ يوسف وبكل السادة المشاهدين. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ كله تمام يا فندم. الأول هبدأ بالإجراءات المنتظرة، في إجراءات خاصة بجثمان الملكة إليزابيث الثانية في حد ذاتها متعلقة بأنها بتبدأ تتحرك إلى مقاطعات مختلفة لمدة معينة من الأيام لتقديم الاحترام، ثم بعد ذلك تبدأ إجراءات التنصيب بتاعة الملك تشارلز الثالث. بتتم الحاجات دي إزاي؟ وكاميلا باركر ساعتها هيبقى لقبها إيه؟ طيب يا فندم، هو وكان في خطة سقوط جسر لندن لو الملكة توفت في لندن. لندن بريدج. لكنها توفت في اسكتلندا، فحدث تغيير في الخطة نوعا ما. المراسم الدفن هو أعلن اليوم فقط إن عملية الدفن هتكون يوم الاثنين القادم 19 سبتمبر. إنما الآليات أو كل ما يحدث من اليوم حتى يوم الاثنين هو الآتي. اليوم السبت 10 سبتمبر اجتمعت هيئة الجلوس على العرش برئاسة ديني موردانت، وهي زعيمة الأغلبية في مجلس العموم وعضوة مجلس النواب، لإعلان تشارلز الثالث ملكا للبلاد. بعدها اجتمع البرلمان لصياغة خطاب الناعي وإعلان ولائه للملك. بعد كده البرلمان علق جلساته. بعد الظهر استقبل الملك تشارلز الثالث تحديدا في تمام الساعة الثانية والنصف ليس راس والحكومة بالكامل في باكنجهام بالاس. الساعة 3 استقبل ستارمر اللي هو زعيم حزب العمال، وثلاثة ونصف استقبل عمدة ويست مانستر. بكرة الحد إن شاء الله هيتم نعش الملكة من قلعة بالمورال إلى قصر هولي رود هاوس في أدنبرا، علشان الشعب الاسكتلندي يلقي النظرة الأخيرة على الملكة الراحلة. يوم الاثنين سيقام موكب احتفالي على طول شارع اسمه رويال ميل إلى كاتدرائية سانت جايل في أدنبرا، وسينطلق الملك تشارلز يوم الاثنين في جولة في مختلف أنحاء دول المملكة الثلاث. هيبدأها باسكتلندا وهيبدأ لقاؤه بأعضاء البرلمان الاسكتلندي، بعد كده هيزور ويلز، وفي نهاية جولته هيزور أيرلندا الشمالية. يوم الثلاث 13 سبتمبر سيتم نقل نعش الملكة بالطائرة إلى لندن، تحديدا إلى قصر باكنجهام. يوم الأربعاء 14 سبتمبر سيحمل نعش الملكة على عربة ملكية من قصر باكنجهام إلى إحدى قاعات ويست مانستر، وسوف يكون الجثمان متاح لجميع المواطنين لمدة 4 أيام، ولكن الدخول برسوم مادية وليس بالمجان. يوم الخميس لا شيء متوقع، سيتم تواصل مئات الآلاف من الأشخاص لزيارة نعش الملكة الراحلة في ويست مانستر. الجمعة والسبت ستستمر زيارة الملك لمناطق المملكة مرة أخرى، وهيبدأ لقاءاته بلندن مع أغلب السياسيين. طب يوم الأحد 18 سبتمبر هيبدأ وصول
الوفود الذين يأتون إلى المملكة المتحدة لتسليم واجب العزاء. وتأكد أنه اليوم تأكد حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن لمراسم الدفن. يوم الاثنين 19 سبتمبر ده هيكون اليوم الرسمي للجنازة، والمراسم هتتم في كنيسة ويست مانستر، ويتم الصمت لمدة دقيقتين في عموم بريطانيا وال 14 دولة التابعة للسجل البريطاني وال 53 دولة اللي هم دول الكومنولث. بعدها سينقل نعش الملكة إلى قلعة وينسور لتدفن بالقرب من والدها وبالقرب من زوجها. بالنسبة لكاميلا، الملكة أعطتها اللقب ملكة ولكنه ليس لقبا فاعلا. يعني كاميلا في حالة تنحي تشارلز عن العرش ليست هي كرول، لن تكون ملكة في المستقبل. هي الملكة القرينة أو الملكة العقيلة أو عقيلة الملك، هو ده اللقب اللي حصلت عليه كاميلا. يعني إنما هي مش في الترتيب الملكي اللي ممكن في يوم من الأيام تبقى الملكة الشرعية للبلاد. اتفضل حضرتك يعني لو عايز تسأل. يعني طيب، هل بتحصل على المزيد من الألقاب بعد التتويج النهائي للملك تشارلز الثالث ملكا على إنجلترا؟ لا 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 لا، مش لن تحصل على أي لقب غير أنها عقيلة الملك أو قرينة الملك. كل الألقاب تذهب للملك ولولي العهد الأمير ويليام. هي كانت قبل كده لقبها دوقة كورنويل. أيوه. بتحتفظ بهذا اللقب ولا برضه بيتغير؟ لا لا، هي حاليا بقت قرينه الملك او عقيله الملك. هذا المنصب منصب قوي جدا، مش منصب سهل يعني. لكن هو ليس في الترتيب العائلي لاخذ المناصب الملكيه. ناس كتير بتتساءل يا استاذ خالد على اهميه العائلة المالكة بالنسبة للمجتمع البريطاني، يعني في إطار القوسين الشهيرين بتوع الملكة أو الملك، الملك هناك يحكم، آسف، يملك ولا يحكم. فبيبقى دايما الناس بتقعد تتساءل بسؤال شهير، طيب وإيه أهمية الملكية في بريطانيا طالما أنها لا تحكم؟ أهمية الملكية في بريطانيا هي الملكية الشاملة والجامعة. الملكة حافظت طوال 70 عام على ليه الملكة استحوذت على عقل وعقول وقلوب وجدان المواطنين. لأن الملكة يعني الدستور البريطاني دستور غير مكتوب، وفي آليات للملكة كانت آليات صعبة جدا. يعني الكل يتحدث الملكة ملكة ولا تحكم، لا، الملكة هي الوحيدة القادرة على إصدار إعلان الحرب وليس رئيس الوزراء. الملكة هي الوحيدة القادرة على إصدار قرار بحل البرلمان. الملكة هي الوحيدة القادرة على إصدار تعيينات القوات المسلحة أو كبار قوات رجال القوات المسلحة. صحيح. والملكة أو الملك هو الوحيد القادر على فصل أي ردة عسكرية. الملكة هي الوحيدة أو الملك هو الوحيد على إعطاء النياشين، إعطاء مختلف النياشين والألقاب. ولكن الملكة يعني حاولت طوال هذه السنوات انها تعمل نوع من التوازن في التعامل بينها وما بين جميع رؤساء الوزراء ولم تتدخل مطلقا في الامور السياسية، وان كان هناك بعض الخلافات اللي بيذكرها المؤرخين على العلاقة الشخصية اللي كانت بينها وما بين مارجريت تاتشر، لان مارجريت تاتشر كانت سيدة قوية والملكة سيدة قوية، فكان فيه هناك خلافا شخصيا، لكن الملكة كانت تعزز الموقف القومي للمملكة المتحدة على كل على على اي على اي شيء. الملك عاصرت حوالي 14 رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، عاصرت 15 رئيس وزراء وتراس رقم 16. الملكة اجتمعت 3500 مرة مع رؤساء مجالس الوزراء. الملكة زارت أكثر من 120 دولة، الملكة زارت دول الكومنولث أكثر من 150 مرة. الملكة كانت شديدة الحساسية مع الدول العربية، والدول العربية كانت قريبة جدا من الملكة ومن العائلة المالكة، والملك تشارلز
له منزل، مصر لها منزله خاصه. يعني عندما تزوج كاملة من المناطق اللي حرص ان هو يلتقط فيها الصور، منطقه الاهرامات والمناطق الاثريه المصريه. الملك تشارلز حريص على الاهتمام بالتغير المناخي، وقبل وفاه الملكه بعده اسابيع كان هناك اتصالات من الوزير السيد سامح شكري، وكان في اعتقد ان في دعوه رسميه كانت موجهه للملك لحضور مؤتمر التغير المناخي. الملك تشارلز هو الملك الوحيد أو الوريث الوحيد الذي تحدث منذ سبعينيات القرن الماضي عن مشكلة البيئة. لا يوجد أي شخص على مستوى العالم تحدث خلال الخمسين سنة الماضية عن مشكلة البيئة. تحدث عن الزراعات العضوية، تحدث عن التغير المناخي، تحدث عن مشكلة الأوزون. يعني هنا المقارنات بدأت بعد الإعلان عن وفاة الملكة عن شعبية الملكة وشعبية تشارلز. أعتقد أن هذه المقارنة سوف تكون ظالمة، لأن الملكية في خمسينيات القرن الماضي تختلف تماما عن الملكية في 2022. أي نعم الملكة يعني اعتلت العرش بعد الحرب العالمية الثانية وبعد انهيار الجزء للإمبراطورية البريطانية، عثرت مشاكل كثيرة وعديدة كان أصعبها الحرب الباردة. لكن يبدو أن تشارلز أكتف زيادة عن اللزوم عن الملك، على الرغم من السمة الشائعة أن الملك ملك ولا يحكم ولا يتدخل في الأمور السياسية. لكن المشكلة الحقيقية اللي ممكن تواجه الملك تشارلز الثالث في الفترة دي هو يحاول أن يستحوذ على قلوب البريطانيين. حضرتك تعلم تماما أن كان له تصرفات شخصية حينما كان أميرا، وبعض الآراء التي أغضبت العديد من الحكومات. هو كان رافضا لقرار الحكومة البريطانية بإرسال اللاجئين على سبيل المثال إلى رواندا، هو كان رافضا لحرب العراق، كان رافضا للتصميمات المعمارية أو العمارات العالية في وسط لندن حتى لا تشوه المدينة، زار الأراضي المحتلة، وقال يجب أن يكون هناك حلا عادلا للقضية الفلسطينية. كل هذه الأمور يعني لم تلقى استحسان لدى رئيس الوزراء خلال هذه الفترة. لكن على ما يبدو أن الأمير تشارلز سوف يختلف عن الملك تشارلز. ملك تشارلز أعتقد أنه هيبقى له فريق عمل على مستوى عالي جدا، هيبدأ يعني يكون ملك يعني مفعل زيادة عن اللزوم، هيضيف لمسته على العائلة المالكة. لكن عنده مشاكل كثيرة جدا، يا ترى هيعرف يتخلص منها ولا مش هيعرف يتخلص منها. عنده تحديات كثيرة، عنده تحديات شخصية وتحديات عامة. التحديات العامة اللي هي المهمة، هل سيكون عنده المقدرة أن تظل المملكة المتحدة؟ هناك في اسكتلندا عام 2014 طلبت اسكتلندا بالاستفتاء والانفصال عن المملكه المتحده، ودي كانت من الامور اللي ازعجت الملكه ازعجت خلال السبعين عاما في خمس امور، كان من ضمنها عمليه الانفصال اسكتلندا عام 2014، وهي توددت في خطابات يعني كانت تترجى الاسكتلنديين بألا ينفصلوا عن المملكه المتحده، وبالفعل ما حصلش اي انفصال خلال 2014. واسكتلندا هددت بعد كده بالانفصال مره ثانيه بعد القرار بخروج بريطانيا من اتفاقات الاتحاد الاوروبي. حاليا على الرغم من ان رئيس وزراء اسكتلندا سوف تعلن، اعلنت الولاء اليوم، سوف تعلن الولاء مع ايرلندا الشماليه وويلز خلال الايام القليله القادمه، لكن لا احد يضمن الشارع الاسكتلندي. الشارع الاسكتلندي هو من يريد الخروج، واذا خرجت اسكتلندا اعتقد سوف ينفرض عقد التاج البريطاني، لان ويلز منتظره ماذا سيفعل الاسكتلنديون في عمليه الانفصال. واذا حصل واسكتلندا بالفعل انفصلت، ويلز سوف تقدم هي الاخرى على استفتاء للانفصال. هناك ايرلندا الشماليه التي ترغب ان تتواجد خلال المرحله الحاليه والقادمه بجوار الاتحاد الاوروبي، لان بيربطها بالاتحاد الاوروبي
كل العوامل التجاريه بتربطها بالاتحاد الاوروبي عندها مشاكل في التنقل وعندها مشاكل في الحركه وعندها مشاكل في تنقل البضائع بسبب معوقات بريكزيت. تخيل ان ايرلندا الشماليه حتى الان لا يوجد فيها مسمى لرئيس مجلس الوزراء حتى يحل كل هذه المشاكل. هتقابل تشارلز مشكله كبيره جدا ان الملكه كانت مرتبطه وجدانيا بالشعب. هل جداً. هو هيقدر يثبت نفسه ويقدر يبقى عنده الفرصه ويبقى عنده القبول لدى الشارع والمواطن البريطاني؟ هو بدا لما وصل امبارح من اسكتلندا رفض انه يدخل بالسياره داخل القصر ولكنه ترجل على قدميه وقام بالسلام بالايدي على العشرات امام قصر باكنجهام بالاس، ودي قربته نسبيا من الشارع البريطاني. الدول الكومنولث دي مشكله كبيره جدا ممكن تواجه تشارلز. هل دول الكومنولث اللي كان اغلبهم او اغلب الدول ارسلوا رسائل في حال حياه الملكه يريدون الانفصال، هل سيقبلون بهذا الوضع بعد رحيل الملكه؟ عندنا كمان مشكله كان هو يجب ان يحافظ على الكيان مكتمل. كندا ونيوزيلندا واستراليا من ضمن ال 14 دوله الكبار، من الممكن يحدث اي شيء. فمهمه الملك ليست هي مهمه اقتصاديه او سياسيه زي وسائل الاعلام كلها معمله تناقش هذين الامرين. الملك ليس له، كان دايما في جمله شهيره بتتقال تحديدا عن الملكه اليزابيث، مش حتى عن العائله المالكه او النظام الملكي الدستوري في بريطانيا، انه كان بيتقال عليها ذا جلو او الغراء او الماده اللاصقه التي تجمع المملكه المتحده والشعب. فالتحدي وانا بتفق مع حضرتك، التحدي الكبير بتاع تشارلز ان هو يستمر في استثمار مثل هذا الارث. بس وصححني لو انا غلطان بقى، هل هو الرجل قاد يعني على ما يبدو انه الملك تشارلز الثالث رجل شعبوي، سواء اذا كان داخل اطار المملكه المتحده او حتى في الكومنولث البريطاني او في الدول الخاضعه للتاج وحتى الدول الاخرى صديقه حليفه شريكه، الرجل على ما يبدو انه بيحب فكره التعامل المباشر مع الجماهير طول الوقت في اي بلد بيزوره. بدليل انه في خطابه اليوم وخطابه بالامس تحدث عن العرقيات، ويعني هو بيطالب بانتهار العرقيات، عايز يدوب الخلاف الدائم ما بين البروتستانت والكاثوليك. هو عنده ثقافة إسلامية قوية جدا، هو يعني قرأ القرآن الكريم أكثر من مرة، هو يكتب اللغة العربية ويتحدث اللغة العربية لكن بأسلوب مبسط، مهتم تماما بالثقافة الإسلامية. صحيح. تشارلز حينما كان أميرا استقطب العديد من الصناع والأثريين المهرة الإسلاميين وألحقهم من خلال جمعياته الخيرية اللي جمعت كينغستون في بريطانيا. بالنسبه لنجاح تشارلز، انا على المستوى الشخصي متوقع له النجاح، لان هو لو انتهك هو يعني كل الخطابات، خطابه اليوم وخطابه بالامس هو سيسير على نهج الملكه، انما لو صار على نهج الملكه سيفشل، لان الملكه حقبه تاريخيه وهو حقبه تاريخيه طبعا. من الممكن ان تكون حقبه تاريخيه متطوره عن الملكه. هو كان ما يدير البيت الملكي اخر ثلاث سنوات، او تحديدا من العام الماضي عندما توفى الامير فيليب والملكه شعرت بالانهيار منذ هذه اللحظه، وكانت دائما تعتذر عن اغلب المناسبات الملكيه. لكن تشارلز هيواجه بعيدا عن المشاكل العامه للبلد، عنده مشاكل خاصه في العائله. يا ترى هيقدر يسيطر على كل المشاكل؟ يعني عنده أول مشكلة خلاف هاري وميجان مع العائلة. بعض الصحف ذكرت اليوم إن الملك طلب من هاري عدم إحضار زوجته إلى قلعة بالمورال لزيارة الملك لأسباب دستورية، ولكن يقال إن هو ليست لأسباب دستورية. العلاقة الشهيرة ما بين ولي العهد وأقول الصغير هاري، هل هيقدر الملك يذوب الثلج ما بين الاخين؟ ده مش بس اللي بيهدد ترتيب العائله الملكه، لكن هناك الاميرتين اوجيني وبياتريس، دول ولاد الامير اندرو اللي جردته الملكه في يناير الماضي من كل القابه لان هو اتهم بالعنصريه الملكيه وكان له مشكله واعتداءات وما
وما غير ذلك. الاميرتين دول معاهم خلاف شخصي مع تشارلز، فيقال ان بعض التقارير المسربه تقول ان الملك بيفكر هو وولي العهد في شط هاتين الاميرتين من العائله الملكيه. اذا في مشاكل داخل صحيح. العائله الملكه، وهل هو هيقدر يسيطر عليها؟ انما الوضع الاقتصادي والوضع السياسي ده مش شغله الملك خالص، ده شغله الحكومه. وهل الحكومه بالفعل هتقدر خلال الشهرين اللي جايين تسيطر على التضخم اللي اقترب من 13%، وكل الخبراء بيقولوا هنا ان التضخم سيصل بنهايه العام ل 18 وبدايه عام 2023 ل 20%. هل تستطيع الحكومه ان تخفض الفاتوره الحقيقيه للطاقه بالنسبه للمنازل؟ هل ستستطيع الحكومه ان تستدين او تستدان 150 مليار جنيه استرليني لتغطية كل هذه النفقات وحل مشكلة الطاقة؟ والحكومة عندها عجز في الدين الداخلي 2 تريليون و400 مليار جنيه استرليني. خلي بال حضرتك من الرقم، الحكومة البريطانية عندها عجز في الدين الداخلي 2 تريليون و400 مليار جنيه استرليني، مطالب من الاستراس خلال 90 يوم فقط او اقل من 90 يوم ان تستدين ما لا يقل عن 150 مليار جنيه استرليني عشان تفعل الخطه مع شركات الطاقه، لان شركات الطاقه هنا غير مصر. الحكومه كده كده نخش احنا بقى يا استاذ خالد، طالما المساله طاقه احنا جاهزين بالطاقه عندنا، احنا عندنا يعني ايه الحمد لله ربنا كرمنا في الكام سنه الاخر دول عملنا مخزون طاقه كبير يحولنا الى مركز عالمي للطاقه. لنا حول يعني الحديث الدائر عن المملكه المتحده والملك تشارلز الثالث والتحديات اللي بتواجهه، لازال لسه لينا كلام. خليني الاول اشكرك استاذ خالد مصطفى خبير القضايا الدوليه ومحدثنا من لندن، اشكرك جدا بالمناسبه على القاء الضوء على اكتر من نقطه.